أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا التقرير الخاص من جناح الحرس الحدود في مهرجان الجنادرية 29، ونلتقي الآن بمشرف المركز الإعلامي الرايد بتال بن سيف العتيبي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور وحياكم الله. كيف حالك طال عمرك؟ الله يحفظك ويسلمك. لا تعبتوا؟ لا ندمت، طول لي عمرك. رايد بتال، حدثنا عن ما يقدمه جناح حرس الحدود في مهرجان الجنادرية 29. طبعا مشاركة جناح حرس الحدود هذه السنة تعتبر السنة السادسة على التوالي، والحمد لله احنا في كل سنة نحاول ان نقدم الجديد، نحاول نتميز عن الاعوام السابقة. طبعا حرص المسؤولين في حرس الحدود عند إقامة هذه السنة ان يكون فيه جذب للمواطن والمقيم وزائر مهرجان الجنادرية. حاولنا ان نقسم المعرض لعدة أقسام تحتوي على معرض الكثير من المعروضات والوثائق القديمة والسيارات والمعدات. طبعا ما أغفلنا جانب التطوير اللي حاصل في حرس الحدود، إن شاء الله احنا بعد شوي بتشوفون السيارات المستخدمة قديما في حرس الحدود وبعض الأسلحة وبعض الوثائق التي تؤرخ تاريخ حرس الحدود. زي انتم عارفين حرس الحدود يعتبر من أقدم القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية. قبل فترة احنا احتفلنا بمرور 100 عام على انطلاق أول نواة حرس الحدود، كانت في المنطقة الشرقية، وعبرنا عنها هنا في مجسم صغير المركز ميناء الأقير اللي كان في الشرقية. هذا يعتبر أول نواة لانطلاق دوريات حرس الحدود على أيام الراحل المغفور له مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. طيب السنة هذه شوف فيه تطورات على السنة الماضية، وش اللي طورتوه في جناح الحرس الحدود؟ احنا حاولنا طبعا، والتطوير مستمر. احنا حاولنا السنة هذه طال عمرك ان نكثف النشاطات والفعاليات التوعوية. احنا عندنا مسرح خاص بالطفل السنة هذه، احنا نستهدف الأطفال والمرتدين خصوصا الأطفال، ولا في نشاطات أخرى للكبار أيضا، نحاول التوعية والتثقيف بالترفيه. طبعا عندنا زي ما قلت لك مسرح مختص، عندنا جناح كامل للسلامة البحرية من أدواره التوعية والتنشيط. تعرف ان في مشاكل غرق وفي السواحل المملكة العربية، ونحاول ان نستفيد من زيارة المواطنين لهذا الجناح من جانب التوعوي. طيب انا اشوف السنة هذه عندكم ضباط او افراد من دول أجنبية. طبعا الضباط والافراد اللي شفتوهم من الدول الأجنبية هذول شركاء لنا في تطوير حرس الحدود. الحمد لله حرس الحدود يعني مقبل على تطوير شامل من التدريب وآلية العمل والمشاريع البنية التحتية، ودخلت مؤخرا تقنيات حديثة منها الرادارات والكاميرات الحرارية المتطورة. طبعا هذول شاركوا معنا عشان يشرحون الأشياء الجديدة والتطوير اللي حاصل في حرس الحدود من جنسيات أوروبية. طيب نشوف بعد عندكم في الجناح دخول وزارة الداخلية. طبعا مقام الوزارة شاركت معنا هذه السنة، يعني مشكورة أنها وضعت جناح خاص بشهداء الواجب في وزارة الداخلية، الخدمات المقدمة لهم، آلية العمل وتنظيم عمل تنظيم العناية بالشهداء بأسر شهداء الواجب في وزارة الداخلية. الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة. شاكر لكم ومقدر زيارتكم لجناح حرس الحدود، وإن شاء الله نكون خفيفين عليكم بإذن الله. الله يعطيك العافية. حياكم الله. حب وين؟
يمكن في ثرى فوق فوق همس السحر فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى فوق فوق عالي الشهب فوق فوق همس السحب يمكن في ثرى مجدك لقدام وامجادك ورا وين حكى فيك حسادك ترى ما علينا بهرج حسادك أبد أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد من دعا لله بشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن أرفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن ثنى بالسيف دونيك والقلم يستاهلك 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 من دعا لله وبشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع راسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك. قوة أمن الحدود البحرية الخاصة موقعها جدة أو منطقة مكة المكرمة عملها التدخل السريع في المهمات الخاصة والنوعية على السواحل البحرية شو اسمه طبعا مجهزة بشو اسمه أفراد وضباط متدربين دورات خاصة في المملكة وخارج المملكة وش اسمه وتدريب يومي مستمر وجاهزين على مدى 24 ساعة. وش المهمات اللي تواجههم؟ مهمات جميع المهمات على البحر الأحمر اللي هي تهريب أو تسلل أو وش اسمه أو قرصنة بحرية يواجهونها. مداهمات. مداهمات. مداهمات المتسللين المهربين. وتستخدم في الحدود الشمالية الكثير منها. كشف متسلين متربين وأكثر من إضافين نظام محمول خفيف توازي تستخدم فيه الشمال غيرها من الكاميرات موجودة. فوق فوق هام السحب وإن كنت ثرى فوق فوق هام السحب فوق فوق عالي الشهب يا أغلى ثرى مجدك لقدام وامجادك ورا وين حكى فيك حسادك ترى ما علينا بهرج حسادك أبد أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد من دعا لله بشرع وحكم يستاهلك.